بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن مشكلة مهمة جدا تحصل في كثير من موديلات الطابعات، في البراذر، في السامسونج، في الزيروكس. اوكي، في طابعات الزيروكس، في طابعات البراذر، اوكي، في طابعات السامسونج او حتى الفاكسات السامسونج او البراذر. هذه المشكلة اللي هي عبارة عن مشكلة الريليه، منظم سحب الورقة، منظم سحب الورقة. رايحين اليوم نتعرف على طبيعة المشكلة وكيف نميز انه هذه مشكلة الريليه. رايحين نفرد حلقات اخرى لحل مشكلة، نتعرف على كيفية حل مشكلة كل طابعة وكل موديل من هذه الطابعات، سواء في الزيروكس او في البراذر او في الاتش بي. حتى في طابعة الاتش بي مثل هاي الموديل مثلا او اكثر موديل بتصير هذه المشكلة. طبعا الريليه هو اللي بينظم لنا عملية سحب الورق، يعني في فاصل بين الورقة والثاني، هو بيفصل لنا بين الورقة والثاني. اللي بصير انه الطابعة بصير تسحب بشكل مستمر الورقة، زين، ورقة ورا الثاني بسرعة بدون ايش ما يكون في فاصل زمني، اوكي، وبالتالي بتصير مباشرة الورقة ستك داخل الطابعة، بتعلق داخل الطابعة. الريلي احيانا بكون ميكانيكي واحيانا بكون ايش يعني كهربائي، اوكي، يعني موصول بالكهرباء او بواير كهرباء، بيفتح وبسكر بالطريقة يعني عن طريق الكهرباء. لو تعرفنا على المشكلة مثلا، هذه الطابعة على سبيل المثال البراذر 2250، لو طبعنا الريبورت من الطابعة وسمعنا الصوت شلون المشكلة بتصير، مثلا 1 2 3 الريبورت، اوكي، بنلاحظ ان الطابعة راح تسحبنا بشكل مستمر والورقة راح تصير توقف داخل الطابعة. نلاحظ الطابعة اعطت ايرور، والان لو فتحنا الطابعة بنحصل في ورقة داخل الطابعة، اوكي. طبعا احيانا بتخرج الورقتين، بكون ورقة داخل الطابعة وورقة في اعلى الدرج. مثال ثاني، طابعة البراذر هذه 5240، ضغطنا 3 مرات على المفتاح القوة، 1 2 3، راح يطبعنا الريبورت للطابعة. راح اذا نلاحظ الان شلون المشكلة، بس نبغى لازم نتعرف على المشكلة. سامعين صوت الطابعة؟ بس وقفت الورقة ما طلعت كامل، اوكي، وفي ورقة الآن داخل الطابعة. ملاحظ لو فتحنا الطابعة نحصل ورقتين، ورقة داخل الطابعة وورقة، طبعا عندي ورق كله مستخدم، ورقة في أعلى الطابعة، اوكي. مثلا هنا طبعا عليه ريبورت، مثلا من خلال المنيو نروح على المنيو مرة ثانية، على المنيو على الريبورت، ندور على الريبورت، هذا الريبورت لو طبعنا، رحنا على اليسار في الريبورت سكيدجول كونفيجريشن مثلا، اوكي، نفس المشكلة رايحين نلاحظ. بالغالب ورقة بتخرج لنا للخارج ورقة بتظل داخل، والصوت ملاحظ انه الطابعة باستمرار بتسحب، نسمع الصوت مهم. هاي ورقة خرجت للخارج وورقة بتظل داخل الطابعة، هذه ورقة داخل الطابعة، ورقة خارج الطابعة جزئية. قبل ما ننهي بحاول نشوف الريليه في احد الطابعات، هاي الريليه هذه بنظم لنا عملية سحب الورق. هذا الريليه واصله واير كهرباء، اوكي، وبعض الريليهات احيانا بتكون عملية ميكانيكية، اوكي، لها طريقة ثانية زي ما رايحين نشوف. هاي شكل اخر للريليه في طابعات البراذر، هذا شغال بشكل سليم لانه انا قمت بتصليحه، اوكي، هذه الريلي واصل له واير كهرباء،
فهي قطعة بسيطة ولكنها هي بتنظم عملية سحب الورق، الفاصل الزمني بين ورقة والأخرى. وهذا الريليه موجود في طابعات الليزر البلاك بالذات، بالزيروكس وبالبرذر وبالسامسونج وبالاتش بي. الليزر البلاك اكثر شيء بتصير هذه المشكلة. هذا مثال اخر على طابعة برذر، بصير مشكلة دائما في الريليه. الريليه فيها ميكانيكي، لو فتحنا الطابعة دائما بنحصل ورقة زي ما نلاحظ مشيرة، معلقة داخل الدرج وورقة داخل الطابعة نفسها زي ما احنا شايفين. هذه بسبب الريليه. خلنا نشوف الريليه تاعها شلون ميكانيكي. طبعا لو فتحنا الطابعة من الجانب اليسار سهل، هذه كليبات فقط، كليب نلاحظ هاي المكان وكليب بالخلف. رفعنا هذه القطعة، نلاحظ في قطعة هني خارجة عن مسارها، إذا ملاحظ هذه قطعة صغيرة جدا خارجة عن هذا المسار. القطعة قاعدة هذه ترتفع للأعلى، نلاحظ شلون ترتفع للأعلى لأنها خرجت عن مسارها. هذا عبارة عن ريليه ميكانيكي في طابعة براذر مثلا 2250 خارج عن مساره. طبعا هذه في حلقة سابقة شرحنا شلون ممكن نحل هذه المشكلة. هذه ريليه ميكانيكي بيشتغل مع مجموعة من الجيار بحيث ينظم عملية سحب الورقة. حتى ما نطول عليكم رايحين نكتفي بهذا القدر، ونحاول نفصل الحلقة لكل موديل من هذه الموديلات. هاي كل ما في الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.